وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، والنهاردة معانا الكابتن نبيل بخيت. كابتن نبيل بخيت واحد من نجوم لعبة كرة السلة في النادي الأهلي، وهو من عائلة رياضية أهلوية في كرة السلة. أخوه كابتن خالد بخيت، وكان معانا يعني لو تفتكروا قبل كده في صنع في الأهلي. الحقيقة صاحب إنجازات كبيرة كلاعب تاريخ يستحق أننا نلقي الضوء عليه في فقرتنا الدائمة المميزة صنع في الأهلي. صنع في الأهلي مع كابتن نبيل بخيت، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عادل طعيمة في ضيافة البيت الكبير. بدايتي كانت غريبة شوية بالنسبة لبداية كرة السلة. أنا كنت داخل السينما في وسط البلد، أنا من سكان وسط البلد، فكنت داخل السينما ففجأة لقيت مجموعة طوال كده داخلين عليا وعمالين يتكلموا كلمة كانت بالنسبة لي ساعتها غريبة، يا بيفوت يا بيفوت. ففكرت إن يعني في يعني مثلا هيحصل كلاش ولا حاجه ما بيننا. بصيت لقيتهم داخلين عليا وبيقولوا لي احنا لاعيبه النادي الاهلي الدرجه الاولى، وانت يعني طولك مناسب انك تلعب كره سله، فيا ريت تيجي تلعب كره سله. انا بيني وبينك كنت بحب كره القدم، فطبعا اول ما قالوا لي كده قلت لهم لا، كره السله دي بتجزع الصوابع وانا مش عارف ماليش في كره السله. قعدوا يقولوا لي طيب انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا انت انتماءاتك ايه؟ قلت لهم لا انا اهلاوي. قالوا لي خلاص يبقى انت لازم تيجي النادي الاهلي، والنادي الاهلي كذا كذا. واتفقنا ان انا تاني يوم باذن الله هاجي ادخل النادي واقابل المدرب وابتدي العب كره سله. جيت فعلا النادي وقابلت المدرب، وكان خالد اخويا ايامها كان بيلعب في المدرسه اوريدي كره سله، يعني كان بيلعب من قبلي، بس كان هيروح نادي الجزيره. فروحت قلت له يا خالد مش هينفع ان انت تروح نادي الجزيره وانا العب في النادي الاهلي، لازم احنا الاثنين نروح النادي الاهلي. وفعلا جه معايا وابتدينا اللعب في النادي الاهلي ككره سله. أنا أول ما ابتديت 18 سنة، فكانت المجموعة بتاعتي فيها مجموعة كويسة صراحة، كان عماد مراد ومصطفى نصر وسيد مصطفى وخالد الشاعر وطارق أشقوش، كانت مجموعة كويسة جدا. والحمد لله وإحنا في الناشئين قدرنا ناخد البطولات لغاية ما طلعنا الدرجة الأولى. لما طلعنا الدرجة الأولى، الدرجة الأولى كانت مكتظة بالنجوم صراحة، يعني كان في زكريا عوض وطاهر رجب وموسى علي، وطبعا مش عايز انسى حد، وعبده قضيه، كانت مجموعه جامده جدا. فكلمت المدرب كان ساعتها كابتن حسنين عمران، قلت له يا كابتن انا شايف ان انا ماليش يعني تواجد في النادي، ان انا صعب في المجموعه دي، فانا يعني هروح نادي تاني وبتاع وكده، هو بدون ذكر اسماء يعني. فقال لي لا وبتاع، احنا هنعتمد على الناشئين وهنطلع مجموعه من الناشئين تلعب في الدرجه الاولى. وفعلا حصل كده، وابتدى مشواري مع النادي الاهلي وبعد كده مع منتخب مصر. هو طبعا كان الاعتزال كان صعب، بس يعني احنا على ايامنا احنا غير الاجيال دي، يعني احنا كنا بنبطل صغيرين، يعني 30 سنه كنا بنبطل 32 سنه، وانا 29 سنه فجاه. طبعا عشان برضو كان الشغل والكليه وكده، هو فجيت على 29 سنه قررت ان انا ابطل. وكنا لسه مخلصين تصفيات افريقيا النادي هنا، كنا بنلعب في تنزانيا، ورجعت كلمت المدرب قلت له انا دلوقتي يعني مش هقدر اكمل، وجايه لي سفريه بره وبتاع وكده، هو وهضطر ان انا اسافر. وفعلا المدرب بعد يعني بعد طبعا كلام كتير، لان كنت ايامها يعني هو انا كنت محبوب في الفريق، والمدرب كنت كابتن الفريق، فعشان كده المدرب قعد يكلمني وفي الاخر وافق لي عشان مستقبلي يعني. كانت طبعا لحظه صعبه جدا، لانك انت يعني فريق طول عمرك معاه وفريق انت عارفه برضو انت هتسيب جزء من حياتك، فجزء من حياتك لما تيجي تسيبه دي بتبقى صعبه جدا، ان انت هتشتغل بقى وتسيب الباسكت. بس والله يعني انا قعدت بحوالي مثلا سنتين ورجعت تاني، بس رجعت بقى في التدريب. احنا طبعا في ظروف معينه بتاعت الكوره، وانا شايف ان الاهلي دايما مر بمواقف كتيره زي كده. الجمهور طبعا زي ما بيقولوا هو حماه، فلازم يحمي النادي، ولازم اي حد عنده غرض وحش هو اللي دافع عن النادي الاهلي. فارجو ان هو يقف مع النادي الاهلي وما يبص لاي حاجه، وباذن الله باذن الله احنا برضو ممكن نتاهل، وفي فرصه مش وحشه ان احنا نتاهل. ولو اتاهلنا انا اتوقع ان احنا باذن الله نكسب البطوله السنه دي زي ما حصلت كذا مره قبل كده. النادي الاهلي ما بتهموش الصعاب البسيطه دي، وكلها بتعدي. ووارد في الكوره ان احنا نلعب ماتش كويس جدا وتاني ماتش نلعبه مثلا وحش، وحصل ان احنا لسه لاعبين ماتشات جامده جدا في بطوله العالم للانديه،
فالنادي لازم الجمهور يقف معاه ويسنده، وانا شايف ان النادي الاهلي ماشي بخطب كويسه في يعني تغيير مثلا برضو البوزيشنات واللعيبه اللي موجوده اصلا كويسه جدا، يعني اللعيبه اللي موجوده احسن لعيبه في مصر.